لو حققت كاس العالم هتبقى عاوز تعمل ايه تاني؟ ممكن احرز دوري ابطال اوروبا علشان اكون اكتر لاعب فوزا بيها عبر التاريخ، او احرز كمان 11 هدف عشان اكون هداف للتشامبيونز ليج التاريخي. وفوزي بالدوري او الكاس في فرنسا مش عملية صعبة، لكنها هتخليني اكتر من توج بالبطولات عبر التاريخ بعد ما اتجاوز داني ألفيش. حاجات كتير حتى لو ما عملتهاش فهفضل انا الملك.